هذا الصحابي يسأله تلميذه قتادة، وبعض الناس يوفق لحسن السؤال. قتادة تلميذ أنس يسأله فيقول له: ما أكثر دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت كنت معه وملازما له، فما أكثر دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في البخاري ومسلم. قال أنس رضي الله عنه: أكثر دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول الراوي: وكان أنس رضي الله عنه إذا دعا دعاء واحدا دعا بهذا الدعاء، وإذا دعا دعاء طويلا لابد أن يجعل فيه هذا الدعاء: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اجتمع مرة عند أنس بن مالك رضي الله عنه تلاميذه وطلابه، فقال له ثابت البناني: إن إخوانك من أهل البصرة يحبون أن تدعو لهم. قال أنس: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم تحدثوا ساعة، فقال ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. قال أنس: تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة على رجل يعوده، والحديث في صحيح مسلم عن أنس أيضا، فإذا هو مثل الفرخ من المرض والتعب الشديد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكنت تقول شيئا تدعو بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، هل لا قلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ يقول الراوي: فدعا بها الرجل فشفي. هذا الدعاء العظيم لماذا كان هو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه اشتمل على خير الدنيا والآخرة. فإنك إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة دخلت في هذه الكلمة كل الأشياء الحسنة في الدنيا. يقول العلماء: يدخل في ذلك العلم النافع والعمل الصالح والزوجة المطيعة والولد البار والرزق الكثير الدار والدار الواسعة والمركب الهني والوظيفة المناسبة والأمن والأمان والعافية في البدن والذكر الحسن والثناء الطيب عند الناس. كل هذا يدخل في قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني كل نعيم الدنيا داخل في هذه الكلمة. وإذا قلت وفي الآخرة حسنة، يقول العلماء دخل كل نعيم الآخرة في هذه الكلمة، وأول ذلك نعيم القبر لو وضعت في قبرك، ثم الأمن يوم الفزع الأكبر يوم يخرج الناس من قبورهم، ثم ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المرور على الصراط، ثم دخول الجنة، ثم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم أعظم ذلك رؤية الكريم جل جلاله. كل هذا داخل في ماذا؟ في وفي الآخرة حسنة. ثم تقول وقنا عذاب النار، يقول الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. احرصوا على هذا الدعاء.